متضايق كده انك ناقد سينمائي وناقد فني كمواطن مصري بشكل مجرد كده، رايك ايه في المهنه؟ وهل برضو بتمشي في ذات السياق اللي ذهب اليه الاستاذ حسني والاستاذ احمد؟ يعني مهنه المحاماه في المجتمع المصري لها تاريخ كبير جدا، وكلنا لما بنقرا التاريخ، مش هقول التاريخ القديم، التاريخ الحديث بدايه القرن وحتى منتصف القرن العشرين، هتلاقي كل حتى الناس الوطنيين هم خريجين حقوق. يعني زي ما اتكلمنا سعد باشا زغلول، مصطفى كامل، مكرم عبيد، كل الناس دي كانت هي كلية العظماء. حصل ان بعد الثورة كان في قوة دفع لسه متاخدة، ثورة 52، كان في قوة دفع. لا انا مش ضد ثورة 52، لا انا مش ضد، احنا ضدها، فكرة مش ضد او مع، لا انا بتكلم على قوة الدفع، هو بس عشان تحديد الفترة الزمنية. قوة الدفع اللي كانت موجودة في الثلاثينيات والاربعينيات وبداية الخمسينيات استمرت لنهاية الستينيات بوجود المحامي او القاضي صاحب الاحترام، صاحب الكلمة، اللي هو تقدر تقول فلان ده كلمة محامي كانوا يقولوا له أستاذ. يعني أنا بس هقول حتة، يعني وجودها في الخمسينات والستينات كانت بقوة الدفع الذاتي لفترة ما قبل الاربعينات. طب ما ده اللي أنا قلته، ده اللي أنا قلته. إنما طب طالما الأستاذ حسني قطعك، أنا برضو جملة كانت مؤلمة برضو في سياق حديث الأستاذ حسني، انه بعد ثورة 52 ظهر مساوئ الشخصية المصرية، كان في مساوئ كامنة. فهل هل انا لا اتفق، مش كامنة، لا انا بقى توضيح كامنة من بعد الثورة، كامنة خلال الفترة من الخمسينات او نهاية الخمسينات الى ان ظهرت واظهرتها ثورة يناير 2011. يعني ثورة 52 هي اللي اوجدت الخلل ده في الشخصية. حصل المجتمع بعد 52 انقلب رأسا على عقب، خصوصا الطبقة المتوسطة اللي هي عماد المجتمعات. يعني هي في جملة انه ثورة 52 هي السبب بشكل، يعني بشكل او باخر، عشان ما نقيمش ثورة 52 وندخل في مش عايز اورطك في 52 وندخل في معتاهات مع مع الناصريين والقوميين. انا والله مش عايز ادخل في ان انا اورطك والله، وانا يعني جميعهم اصدقائي واحبابي، إنما هنا لحق المجتمع عوار. بداية بالتعليم، بدأ ينهار التعليم، وأهم شيء أنا عايز أقول لك حاجة بالمناسبة بسيطة مش هاخد وقت كتير فيها، كيف ينظر المجتمع الخارجي أو الأوروبي أو العالمي للمحامي. أنا عملت فترة طويلة، طبعا استاذ احمد كمل، يعني انا هاجي لحضرتك هقولها لك، يعني دي بس بأذكرني اقول لك ازاي انا هاجي لحضرتك في التعقيب على ثورة يونيو، هديك مساحة اكبر ان شاء الله. المهم ان هو الشاهد انه بعد ثورة 52 كانت قوة الدفع، خلل ما حصلش خلل، لا بالعكس، انا شايف ان ثورة 52 كانت موجودة وعملت تغير كبير وتغيير كبير في المجتمع، وطلعت مجموعة كبيرة جدا، ومنها في كل المجالات، مش في المحاماة بس، في كل المجالات شفنا أشكال. لأن ما قبل ثورة 52 كان يقال إن هذا المجتمع مجتمع نص في المية متعلم ويملك كل شيء، وتسعة وتسعين ونص يخدم هذا النص الايه التاني. ثورة 52 اختلفت، لكن أنا بتكلم الخلل جه منين؟ الخلل جه بعد 67، تمام، وفضلنا لحد بداية السبعينيات. بداية السبعينيات حصل تغير كامل في المجتمع المصري، حتى كلمة الأغنياء اللي كانوا أصحاب المصانع والصناعات حل مكانهم، اللي جه اللي اغتنى من الانفتاح الاقتصادي. قصد بداية السبعينيات تحديدا بعد حرب، بعد حرب أكتوبر تحديدا، بعد حرب 75 اللي هو بداية الانفتاح الاقتصادي. ظهرت طبقة جديدة، هذه الطبقة هي طبقة الاستهلاكيين الفترة دي.